مساء الخير على السادة مشاهدي موقع وجريدة أهل مصر. بنرحب بحضراتكم من هنا من أحضان السيدة زينب بجوار مستشفى 57-357 في المكان اللي أنجب راجل مخلص جدا جدا. للأسف الراجل ده مش موجود معانا طبعا، كلنا عارفين عم زازة الله يرحمه. فاحنا جايين النهاردة بنطمن على إن الخير اللي كان بيعمله عم زازة مازال شغال لغاية النهاردة. طبعا عم زازة ربى أولاده على إنه الخير يبقى في السر، لذلك احنا عجزنا وما قدرناش ان احنا نصور مع حد من ولاده، فاجرينا لقاء مع واحد عشره عمر لعم زازا الله يرحمه، مع عم محمد جار عم زازا. هيكلمنا دلوقتي وهيقول لنا عم زازا كان بيعمل ايه وبعد وفاته هل الخير بتاعه توقف ولا لا. مساء الفل يا عم محمد. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يكرمك. عايز اسالك الاول، هل عم زازا لما مات الخير والصدقه الجاريه اللي كان عاملها وقفت؟ لا، مازال موجوده واولاده البركه فيهم، ربنا يخليهم له، وهم موجودين وشغالين على نفس النهج بتاعه بالظبط. بيعملوا ايه المفروض؟ انت شايفهم كده بيعملوا ايه بعد وفاته؟ كل الخير بيعملوه طبعا، نفس اللي كان بيعمله والدهم هم بيعملوه هم. الله يرحمه ويحسن اليه. طب اللي ما يعرفش قصه عم زازا، يعني انت تقول له لو هتحكي عنه تحكي عنه ايه؟ كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل كل الخير، كان مع البسطاء والفقراء ومع اليتامى وبيساعد كل اي حد يعني. امال ايه بقى قصه الدار بتاعته للناس اللي ما تعرفش؟ يعني ايه قصه السكن المجاني والعربيه اللي مكتوب عليها مستشفى 57؟ احكي لي بقى هو بيعمل ايه وكان عاملها ليه؟ هو كان عاملها على روح والدته وحماته الله يرحمها، عاملها صدقه جاريه. يعني هو ما كانش لا بيقبل تبرعات ولا اي حد كان يعرض عليه فلوس. كان عاملها للاطفال مستشفى 57 اللي هم اللي بيجوا من الارياف ومن البلاد والحاجات دي، مالوش سكن، هو كان عاملها لهم الام والطفل بس اللي بيباتوا، اكتر من كده مفيش. هو كان قايم بكل حاجه، يعني كل حاجه كان عاملها له. الناس اللي كانت بتيجي من انهي محافظه بالظبط؟ بتيجي من جميع المحافظات، من القاهره، من اسكندريه، من البحيره، من اسيوط، من قنا، من كل بلد. يعني ما الله يرحمه، هو كان بيعمل خير، سباق بالخير على طول، والبركه في اولاده، هم مكملين المسيره بتاعته. الله يرحمه ويحسن اليه. طيب يعني هو بقى له كام سنه بيعمل ده، وكان بيصرف منين؟ من جيبه الخاص. هو ما بيقبلش تبرعات، هو بيصرف من جيبه الخاص. حتى كان الناس جدي تعرض عليه وتقول له عايزين نسيبه، قال له لا، عايز تسيبه في المستشفى، انما هو ما بياخدش تبرعات من حد. الله يرحمه ويحسن اليه. بقى له كام سنه بيعمل ده؟ بتاع 18 سنه. طيب لو انت هتطلب حاجه من ربنا المخصوصه كده لعم زازا، تطلب منه ايه بما انك عشره عمره وكنت؟ ربنا يرحمه ويجعل قبره نور ويوسع له رزقه يا رب، ويخليه لاولاده ويفرحه بيهم يا رب، ويجعل مسواه الجنه. يعني عم زازا مش محتاج الواحد يحكي عنه، لان هو كان خير زياده عن اللزوم. الله يرحمه ويحسن اليه.